السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. واليوم عندنا تغطية بين سيارتين SUV أوفرود من السيارات الأكثر شعبية على مستوى المملكة. طبعا أمانة الفئتين مختلفات عن بعض كمواصفات، هم سيارتين من نفس الفئة عفوا، لكن الأوبشن مختلف، فمثلا واحدة منهم فل كامل والثاني نصف فل، لكن اعتمدنا بالمقارنة على أن السعر مقارب جدا، يعني أسعار حدود 320,000، في واحدة زيادة حدود 5,000-6,000 والثانية أقل شوي. فدي بيسوي مقارنة ونشوف من تستحق أنك تشتريها بالقيمة هذه. خلونا نتعرف، ويسعدني أخواني الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافة حساباتي مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات تويتر إنستغرام وعلى التيك توك. ويلا بسم الله نسوي المقارنة. ومتابعين الكرام زي ما تشوفون على يميني نيسان باترول بلاتينيوم 400 حصان 2021، اللي هي أعلى فئة بالنيسان باترول، وعلى يساري طبعا تويوتا لاند كروزر 2022 الجي اكس ار 4 اللي هو أعلى طراز بالجي اكس ار. زي ما ذكرت لكم السبب اني خليتهم مقارنة، معنا في اكس في اكس ار اللي هو مقارب لمواصفات الباترول كأوبشن إلى آخره، بس سعره حدود فرق 100,000 عن النيسان باترول إذا ما كان أكثر. هنا نتكلم عن حدود 328,000 ريال تقريبا، وهنا حدود 320,000 ريال تقريبا، فهذا اللي خلانا يسوي المقارنة، خاصة للناس اللي تبحث عن شيء بالسعر هذا. طبعا متابعين الكرام النيسان باترول Y62 اللي هو ظهر بـ2000 وعشرة وما زال مستمر، حصل على الفيس ليفت بـ2014، بعدين حصل على الفيس ليفت أخير بـ2020، أعتقد هذا آخر طبعاً فيس ليفت عليه. الشيء التغيير الجديد بيكون بالكامل. التويوتا لاند كروزر طبعاً حصل على تغيير جذري بـ2022، يعني نتكلم عن سيارة لسه جديدة على عكس نيسان باترول اللي لها زمان. طيب متابعين الكرام، السيارتين SUV عائلية، هنا 8 مقاعد هنا 7 مقاعد، فأكيد بفضل 8 مقاعد بياخذ باترول. اللاند كروزر الجديد 7 مقاعد فقط. النيسان باترول طبعا يجي بمحرك V8 8 سلندر 5.6 400 حصان، ما شاء الله تبارك الرحمن، معروف المحرك هذا جبار. هذا مسيكين 6 سلندر لكن توان تيربو و 409 حصان، فأكيد هنا أقوى. لكن بالنسبة للناس تبحث عن تنفس طبيعي فممكن يفضلون نيسان باترول، لكن شخص يبحث عن محرك قوي نشيط واقتصادي بيفضل الستة سلندر التوين تيربو 3.5 3500 سي سي، فرق كبير بسعة اللترات، لكن زي ما ذكرنا الأحسن التورك كل شيء تمام بحكم التوين تيربو اللي بالسيارة. نيسان باترول بجير أوتوماتيك 7 سرعات وكان على زمنه واو 7 سرعات. تويوتا لاند كروزر ما شاء الله الجيل الجديد 10 سرعات، فأكيد أفضل في اللاند كروزر. السيارتين كلهم بنظام دفع رباعي، دبل خفيف دبل ثقيل، السيارتين فيهم طبعا دفلوك خلفي. اللاند كروزر تفوقنا في نظام الزحف وطرق الوعرة إلى آخره، كذلك هذا في طرق وعرة لكن ما في نظام الزحف، فنوعا ما ممكن اللاند كروزر يكسب بحكم أن جيله جديد التطويرات كثيرة عليه صايرة. طيب هذا تكلمنا عن المحركات، يعني صراحة الباترول تفوق سعة اللترات، تفوق صراحة بس هذه سعة اللترات 5.6 وانا 8 سلندر، لكن اكيد صرفية الوقود القوة الاحسنة لصالح اللاند كروزر، خاصة انه مخفف في اجزاء كثير من السيارة ألمنيوم. نتكلم عن المواصفات الخارجية، السيارتين كلهم فتحة سقف، لكن المعلومية فتحة اللاند كروزر اكبر من الباترول. في المقدمة الباترول يجي شبكة كروم، إضاءات فول LED ما شاء الله، الإشارات كل شيء LED، وأربع حساسات أمامية شد المصنع، كذلك كشافات ضباب LED، تطعيمات كروم. هنا الأنوار LED لكن الإشارات جاية هيلوجين على الفئة هذه، برضو الشبكة كروم، أربع حساسات أمامية شد مصنع لكن بدون كشافات ضباب. اللاند كروزر فيه غسيل أنوار، الباترول بدون غسيل أنوار. اللاند كروزر تفوق، تويوتا لا زالت محافظة على هذا الشيء، يعني إن فيها غسيل أنوار مع أنها صارت موضة قديمة، بعض الشركات كنسلتها من سياراتها، لكن تويوتا حابة تستمر، خاصة إن هذه السيارة ممكن تدخل طرق وعرة، تراب، تتغبر السيارة من قدام، فتحتاج إلى غسيل أنوار. طيب الجنوط صراحة بنفس المقاس كلها 20 إنش، لكن الباترول نتكلم عن مقاس 275 60 20، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني هنا الكفر أعرض صراحة،
لا عفوا ال 275 اي 275 واعرض، وصراحه اسمك من اللاند كروزر، لان اللاند كروزر راح 20 لكن 265 55 فصراحه لصالح الباترول عرض وسماكه في الباترول، مع ان الجنطين نفسهم نفس المقاس وكلهم 6 صواميل. طيب عندنا السيارتين فيهم اشارات بالمرايه، زيج كروم جانبي، زيج كروم جانبي، والطاية الجانبية حناية عفش، حناية عفش، يعني متشابهات جدا، لكن الباترول إطارات كروم على جميع الفئات على النوافذ. اللاند كروزر ما راح تاخذها إلا على فئة ال طبعا الفي اكس ار او الفي اكس بشكل عام. سيارتين من الخلف كلهم انوار ال اي دي خلفيه، لكن الباترول فول ال اي دي بحكم ان الاشارات كذلك ال اي دي ومتحركه. اللاند كروزر الاشارات هيلوجينيه، طبعا جناح خلفي، جناح خلفي، اربع حساسات خلفيه، اربع حساسات خلفيه، هوك خلفي، هوك خلفي. الشنطتين الخلفيات كهربائيات بنفس النمط، قطعه واحده ترفع لفوق، لاحظوا نفس الفكره. بصراحه يوم نشوف المساحة الخلفية الباترول على طول يوضح أنه أكبر وأوسع بالمساحة الخلفية من اللاند كروزر اللي يا دوب تحط عربية أطفال أو الشنطة نحيفة بعد إذا كنت فاتح الصف الثالث، لكن الباترول تحسه يشيل نوعا ما، خاصة إذا يعني تنازلت شوي عن المرتبة الثالثة بحكم الظهر، هذا حتى مستقيم أكثر من اللاند كروزر. طبعا فيها إضاءة LED هنا، الشنطة الخلفية تسكرها. طبعا الجيكسار هذا اللي عندنا وارد الوكيل عبد اللطيف جميل، سيارة خزان وقود اللاند كروزر 110 لتر، نيسان باترول 140 لتر، ف 30 لتر فرق لصالح الباترول، لكن لا ننسى صرفية الوقود في اللاند كروزر بتكون معنا افضل، اللي هي طبعا تقييمها سيء 10.1 كيلو، فالباترول 8 تقييمها سيء جدا و 8.2. طبعا السيارتين يستخدمون بنزين 95. ننتقل للمواصفات الداخلية، صراحة خلينا باللاند كروزر انه اقل مواصفات من الباترول. طبعا دخول ذكي من جميع المنافذ، الدخول ذكي من جميع المنافذ ما يحتاج اللاند كروزر، هذا هو مفتاحه. اغلاق سنتر لوك، فتح السنتر لوك، فتح الشنطة الخلفية كهربائيا، جهاز انذار وخاصية التشغيل عن بعد. طيب مقعد السائق كهربائي، الراكب كهربائي، الزجاج بالكامل اوتو، مراية كهربائية بخاصية الطي وفيها خاصية التعتيم. هذا الصف الخلفي. طبعا هذه شوفوا شوفوا شكل مراتب اللاند كروزر من الخلف كيف جاية، هذه مقعدين فقط. عندنا تكاية بالوسط فيها حاملات اكواب، فتحات تكييف تابع المكيف الامامي، المكيف الخلفي فيه اوتو بس بارد فقط، واربع فتحات للتكييف. انوار ال اي دي بالسقف. طبعا شاشات خلفية، هذه هي صراحة الشاشة، هذه طبعا لمس تجي لازم نلاحظ. شاشات خلفية عدد اثنين، فورمك التخشيب، مقابض رباب الكروم، العتبات اللي باسم لاند كروزر. على السريع من الداخل، طبعا عندنا فورمك التخشيب على الابواب، الزجاج بالكامل كهربائي اوتو لمسة واحدة، مراية كهربائي بخاصية الطي. طيب عندنا هنا تحكم في مستوى خارجية، فتح الشنطة خلفية كهربائيا، نظام ستارت ستوب، توفير وقود، تراكشن. طيب دركسون السيارة طبعا مكسوب الجلد، فورميكا تخشيب بالمناطق هذه، زر الأوامر الصوتية، تحكم بنظام الصوتي، مثبت سرعة إلى آخره، الار بي ام، الحرارة، الزيت، البطارية، السرعة، تنك الوقود والحراره، وعداد الرحلات باللغه العربيه، شاشه صغيره، الانوار فيها اوتو، تلقائيا بالنهار تطفي بالليل تشتغل. طبعا دركسون بحركه يدويه، نظام تريب، دفلوك خلفي لشغل الكاميرات المحيطيه. للمعلوميه الفئه هذه اضافات من الوكيل كاميرات محيطيه، لكن منتج معتمد من تويوتا صراحه، يعني لو ما اذكر لك المعلومه ما راح تعرف امانه، او يذكرها الوكيل، لان صراحه المواد اللي يجيبها الوكيل منتجات معتمده من الشركه، فتكون شركات ثانيه تابعه للشركه الام هي اللي تصنعها ويحطونها بقسم الاكسسوارات. فانت تيجي تشوف نفس اللي موجود على الفيكس ار، نفس البرنامج، برضو الشاشه هذه اضافيه من الوكيل عشان نكون حقانيين بعد. طبعا كلها منتجات معتمده من المصنع. مكيف لمس، تحكم منفصل بين السائق والراكب، عندنا تبريد المقاعد الاماميه فقط تهويه. طبعا عندنا هنا كذلك الشاحن اللاسلكي للجوال،
نظام طبعا الدبل الخفيف، الدبل الثقيل، عندنا نظام المساعد على الالتفاف، نظام الزحف والمنحدرات، هذا القوم الثاني بالموتر عشان نظام الجر يسمونه. طبعا هذا الزر اللي تتحكم ما بين درايف مود، حق انماط الدرايف مود. هذه سبورت ونورمال وايكو. طيب وعندنا هنا زي ما ذكرنا نظام الزحف، جرانت كهربائي بخاصيه اوتو هولد، حملتها كوبعد 2، تكه بالوسط فيها ثلاجه، عادات وتقاليد فنلاند كروزر، فورميكا التخشيب، سنتر لوك في باب الراكب، المرايه الداخليه تعتيم، وانوار السقف LED، الشماسات فيها مرايه مع اناره LED، الامن والسلامه فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباقات اماميه وجانبيه، وعدد 7 احزمه امان. طبعا لا نقطه عمياء ولا رادار ولا تنبيه خروج على المسار على الفئه هذه، زي ما ذكرنا لكم ان هذه الفئه هي الجي اكس ار 4، تبي تاخذ مواصفات افضل حتاخذ جي اكس ار، عفوا في اكس او في اكس ار. نروح للنيسان باترون بطل الدروب، طبعا هذا لقب بطل الدروب، وهذه مفخرة الأرض عشان تحفظون التسميات. بسم الله، طلع لكم مفتاحها، طبعا مفتاحها ذكي، دخول ذكي، تشغيل ذكي، لكن أكيد يختلف اللاند كروزر، ولا ننسى أن السيارة بادي جيلها من 2010، فصراحة يعني صح أنها حصلت على فيس ليفت، لكن فيس ليفت ما راح يحسن كثير من الأشياء القديمة. عموما هذا مفتاح ذكي، دخول ذكي، تشغيل ذكي، خاصية تشغيل عن بعد، علاقة سنتر لوك، فتح السنتر لوك، فتح الشنطة الخلفية كهربائية، جهاز انذار، بصراحة مقارب للاند كروزر. طيب الدخول الذكي تضغط زر، مو زي اللاند كروزر بمجرد تلمس الباب يفتح القفل، لا هنا تضغط زر وموجود على باب السائق والراكب فقط. هذه السيارة من الداخل، طبعا الداخلية جملي جلد، كرسي السائق كهربائي، الراكب كهربائي، الدركسون بحركة كهربائية تلسكوبية، عندنا ذاكرة تخزين كرسي السائق. نروح للصف الثاني، طبعا فيها شاشات خلفية نفس اللي موجودة من زمان يعني ما تغيرت، وعندنا تكية بالوسط، حاملة أكواب. وشوفوا الصف الثالث، طبعا ثلاث صف الثالث ثلاث مقاعد، وهذا شيء مميز وجميل خاصة العوائل الكبيرة. صراحة الباتر تحسه كذا شرح أكثر من لاند كروزر كمساحة وشساعة داخلية. طبعا فيها نظام صوتي بوز، فورميكا تخشيب الآخر، أنوار سقف LED، طبعا مكيف، هذا هو جاي شاشة أوتو برضو، أربع فتحات تكييف بالسقف. الزجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة، مراية كهربائية بخاصية الطي، فورميكا التخشيب على الدركسون، على الأبواب، على الطبلون، على ديكور الجير ما شاء الله. فتح الشنطة الخلفية كهربائيا، نظام ايكو، توفير الوقود، طبعا هذا تنبيهات حق الرادار اللي بالسيارة، وعندنا هنا تحكم في الصدارة الخارجية، وعندنا هنا اللي يفتح الشنطة الخلفية حولها كهربائيا او يدويا. تحكم بنظام صوتي، اوامر صوتية، مثبت سرعة مع رادار، طبعا فيها تنبيه خروج على المسار، الار بي ام، طبعا هنا الحرارة، هنا تانك الوقود، هنا السرعة، وبرضه فيها مقياس البطارية لاخره، بس من الاعدادات اللي موجودة هنا. فتحرك شوي صراحة، هذه اللي هي البطارية والزيت موجودة هنا، والشاشة تجي أكبر حق عدد الرحلات. هنا تحكم في مصدر داخلية لعدد الرحلات. زر التشغيل الذكي، الأنوار أوتو تلقائياً بالليل تشتغل، بالنهار تطفي. طبعاً عندنا هنا شاشة الملاحة مفصولة عن الشاشة اللي تحت، شاشة الملاحة طبعاً لمس، كذلك نقدر نتحكم فيها ماوس، يعني فيها ماوس السيارة. شوفوا فيها ميزة جميلة، اللي هي غير انها فيها كاميرات محيطيه 360 درجه، لا الله، عندنا المرايه اللي فوق حقت الزاويه الواسعه اكثر، فعندنا كاميرات محيطيه 360 وعندنا مرايه فوق، كاميرا طبعا للمرايه اللي فوق. هنا اختصارات للشاشه، يعني دعم للشاشه اللي فوق مثلا السيتنج الى اخره عشان ما يكون عندك حوسه فمنظمينها، لكن كثير ناس يرغبون تكون شاشه واحده كبيره زي فكره الارماد اللي هو اللي ينزل بديل على او اسم البديل عن الباترول في امريكا، لانه موجود في امريكا بس بارماده، شاشه كبيره وشيء مرتب. طبعا تبريد وتسخين للمقاعد الاماميه، سي دي، اكيد منفذ USB، منفذ UX،
عندنا هنا حاملات اكواب طبعا ساند الرود المفتوح الطرق العاديه الروك الثلجي دفع رباعي اوتو دبل خفيف دبل ثقيل نظام الدوفلوك تراكشن طبعا عندنا هنا نظام المنحدرات وتكاب الوسط فيها ثلاجه انوار السقف كلها LED وعندنا بيت النظاره والشماسات طبعا فيها تمديده للشماسات مع مرايه واناره نظام صوتي بوز والسنتر لوك في باب الراكب وبالنسبه للامن والسلامه فهو فرامل ABS نظام الثبات الالكتروني حساس كفرات ارباقات اماميه وجانبيه وعدد 8 حزمات امان والرادار وتنبيه خروج على المسار كلها موجوده بالسياره. فصراحه يوم تجي تقيس كم مواصفات الباتر تفوق كم مواصفات كاوبشن موجود على الفئه هذه. احنا لو جبنا اللاند كروزر صراحه الفيكس ار الفل كامل اكيد بيكون كلام مختلف، لكن برضه حيكون فرق كبير بالسعر اللي هو ما يقارب 100,000 ريال او اكثر. فما ادري صراحه كل انسان له خيار ورغبه. عموما معك حول القيمه هذه، هذه السيارتين قدامك صورتها لك وغطيتهم. متنازل صراحه عن الرادار ومتنازل عن التسخين المقاعد، متنازل عن الجلد الجملي والدايموند. ممكن تاخذ اللاند كروزر لكن همك مواصفات والفلوس هذه هي اللي تحدك، ممكن تاخذ الباترول. عموما السيارتين من شركات يابانيه غنيات عن التعريف، والسيارتين كلهم اصولهم من اليابان تجميع وتصنيع. هذا اللي حبيت اعطيكم اياه. طولت عليكم متابعيني الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله.